بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصدقة، ذاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصدقة برهان. بعض الناس لا مشكلة عنده أن يصلي 1000 ركعة، أن يصوم 1000 شهر، لكن أن تأخذ منه درهما واحدا، يعني هذه طامة الطامات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. والصدقة مشتقة من الصدق. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فمن أراد أن يجد حلاوة لصيامه وأن يجد لذيذ هذا الصيام، أن يجد البعد الإنساني لصيامه، عليه أن يسعى وأن يسارع إلى الصدقة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.